مرحبا بكم في جولة شاملة لجامعة فاينل الدولية في شمال قبرص وبالضبط في مدينة كايرينيا. كل ما نهضر لكم على المميزات ديال هذه الجامعة تعرفوا معي على التاريخ ديالها. جامعة فاينل الدولية تأسست في 2015 في شمال قبرص كنتاج الشراكة بين مجموعة مؤسسات التعليم والسياحة في تركيا وقبرص الشمالية. حنايا اليوم في واحدة من أكبر الجامعات في قبرص الشمالية، بتاريخها طويل في مجال التعليم ساهمت في تخرج ملايين الطلاب وتوظيف الآلاف الموظفين في أكثر من 42 عام اللي دازوا. كتعتبر من أكبر مؤسسات التعليم اللي كتساهم في نشر العلم بكتبها ومقالاتها العلمية. جامعة فاينل الدولية مر سنوات من تجربة وتطور قررت دير افتتاح الفصل الجديد في تاريخها في قبرص الشمالية. فاستقبلوا أول دفعة من الطلاب في الموسم الدراسي 2016-2017، طلاب اللي بدأوا رحلتهم الدراسية بتطلعات عالية وأمل في مستقبل مشرق. اللي كيخلي جامعة فاينل الدولية تميز على غيرها خدمات التعليمية عالية الجودة والأثمنة المناسبة مقارنة مصاريف الدراسة لا في تركيا لا في قبرص الشمالية. كذلك هذه الجامعة كدير كل ما بجدها على أن الطلاب ديالها مور ما يساليوا الدراسة ديالهم يندمجوا في سوق العمل، داكشي علاش كتوفر لهم مسارات دراسية متخصصة باش يطوروا مهاراتهم المهنية المعرفية والخبرات اللي غتنفعهم في المستقبل. الطالب أو الطالبة كيعيش بيئة تعليمية متعددة الثقافات اللي كيخليه يتشجع على تبادل الخبرات ويدير علاقات اجتماعية مع طلاب من جميع أنحاء العالم جو دراسي آمن ومريح، وكتقدروا تشاركوا حتى في برامج تبادل الطلاب باش تكتسبوا مهارات جداد وتطوروا من قدراتكم أكثر. الجامعة كتجنب تماما على أن القاعات ديالها يكونوا فايتين الطاقة الاستيعابية باش هكذا الطالب كيكون مرتاح وكتوصلوا المعلومة في أحسن الظروف، وهذا الشيء بمعدل 20 طالب في كل قاعة. جامعة فاينل جات وسط تقيرني اللي خلاها تميز موقع استراتيجي داير بالطبيعة وكيطلع على البحر الأبيض المتوسط. وأهم حاجة أن جامعة فاينل الدولية عندها الاعترافات من وزارة التعليم العالي التركية والقبرصية يوك واليوداك، وعندها كذلك شراكة مع جامعة الأخوين بالمغرب وجامعة أوليستر بالمملكة المتحدة. جامعة فاينل الدولية كتميز مجموعة ديال الكليات المتخصصة في مجالات الطب والصحة. من بين هاد الكليات عندنا كلية التمريض، كلية الطب الغذائي وكلية الصيدلة. حنا اليوم كنتواجدوا في لابوغاتوار ديال الصيدلة اللي كيخلي ان الطلاب ياخذوا دروس تطبيقية اللي غتعاونهم في الفورماسيون ديالهم. بدأت الجامعة أول عام الباشور بروغرام طب الأسنان اللي خدموا فيه أحدث التقنيات اللي كتسمح للطلاب يمارسوا التدريب العملي داخل الجامعة، حيث كتوفر الجامعة أكثر من 15 كرسي وثلاثة المخابر مجهزة بأحدث التقنيات في عالم طب الأسنان. كذلك الطلاب قبل التخرج ديالهم كيتم تدريبهم في أهم المستشفيات الحكومية. بالإضافة الطلاب إذا بغوا يكملوا الدراسة العليا ديالهم كيمكن لهم في أي جامعة بغوا يختاروها. بين الأقسام المتميزة في جامعة فاينل الدولية قسم الهندسات اللي كيتميز بتخصصات اللي مهمة ومطلوبة في سوق الشغل. بينها التخصصات عندنا هندسة الذكاء الاصطناعي AI، هندسة الكمبيوتر، هندسة البرمجيات، هندسة الكهرباء والهندسة المدنية. من داخل كلية العمارة جامعة فاينل الدولية كتقدم للطلاب دراسات مهنية وعملية وتكنولوجية، كما أنها كتعطيهم الحق يشاركوا في مشاريع تصميمية ثلاثية الأبعاد اللي كتبدأ من المدن الصغرى والأعمال حتى المدن الكبرى. بما ان الميولات والاهتمامات ديال كل طالب كتختلف، فجامعة فاينل الدولية باش تلبي الاحتياجات ديال جميع الطلاب كتوفر مجموعة من التخصصات الاخرى. من بين هذه الكليات عندنا كلية الفنون الجميلة والعلوم، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الحقوق والكلية التعليمية. كيف ما كنعرفوا كاملين قطاع السياحة كيتعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية في العالم، داكشي علاش دراسة تخصص السياحة وإدارة الفنادق كتعتبر الخيار المثالي للطلاب اللي كيطمحوا في مستقبل واعي في هذا المجال. كتوفر الجامعة للطلاب فرص التدريب أو العمل في فنادق في تركيا أو قبرص الشمالية،
كمثال بعد تكون في ريزورس كونفنشن اللي كيسمح للطلاب انهم يتلقوا المفاهيم اللي تعلموها في الفصول الدراسيه على ارض الواقع في بيئه مميزه ومتميزه. بالاضافه لزافونتاج اللي هضرنا عليهم من قبل، كاين حتى السكن الجامعي اللي عباره على 7 ديال المناطق، غرف فرديه، غرف مشتركه، وغرف للبنات بوحدهم. وكذلك كاين حتى مسبح وجيم اللي يقدروا يستافدوا منه الطلاب، وهذا الشيء كيبدا الثمن ديالو من 1200 دولار اللي داخل فيها حتى ثمن الماء وثمن الانترنت سنويا. خلي قرارك نهائي وانضم لجامعة فاينل باش تبدا رحلتك نحو التعليم والتطور الشامل.